كل من يأتي إلينا بالسيف يهلك بالسيف. في 24 من شهر فبراير شباط لسنة 2022 أعطى إلى أراضينا الأوكرانية الفاشيون الروس الذين يقتلون النساء والأطفال والمسنين، الذين يدمرون المباني السكنية والإدارية والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والمصانع ومحطات الطاقة النووية. لن نسامحهم أبدا، سندافع عن وطننا إلى آخر نفس. ولا تخلطوا بين الأوكران والروس، لسنا دولة واحدة، لسنا شعبا واحدا، لسنا لغة واحدة، لسنا إخوانا ولا رفاقا. أفتخر وسأفتخر دائما بكوني أوكرانية، أما الروس فسيخجلون حتى نهاية العالم من القول إنهم روس، وينتمون إلى دولة عدوانية وحشية تحب إراقة الدماء. الخزي والعار لروسيا، المجد لأوكرانيا.